عليه. عندك انستغرام سؤال؟ عندك انستغرام سؤال؟ حكم الاول يا بلال. انا حكم الاول نلعب مع سؤال. انا حكم الاول نلعب مع سؤال. احكم على صاحب النظارة. الحين اوكي. راح يجخلونا هنا. الحين الصوت الصوت اوكي ولا في مشاكل؟ الحين اوكي ولا في مشاكل؟ لا اوكي. خلاص يلا نعود نعود جولة تانية عشان انا ما كنتش موجود بس وما كنتش سامعكم ولا انتوا تسمعوني. لا يا حبيبي انا لازم اروح. وين بتروح يا ليلو؟ بلال وين يا اخوي وين؟ ماشي حبيبي يا بلال حبيبي حبيبي. انت اللي شبه كابتن ماجد لابسه كاب بتاع كابتن ماجد ما تعملش اضافه شباب. انا لا اراك شيء. انا لا اراك شيء. مع نفسش اختي مع نفسش. انت لسه طالعه من فيلم كرتون. مع نفسش مع نفسش. اهم شيء اني قهرتك. وش قهرتيني؟ مع نفسش. بدري عليك تقهريني والله بدري عليك. وش فيها دي ذبابه؟ انت ذبابه؟ لا والله في مصر اللي فيها ذباب كتير. باي باي. مت انت شكلك غلاطه والله لسانك طويل فانا مش هتحكي معاك. لا لا اسمع ابو سعيد. لا ابو سعيد انا احبك واحبك. بطلع ما تغلطوش. لا ما تطلعش لحظه بالله عليكم. خليكم بطلع والله. انا بتخوش يا بلال. ماليش في مشاكل والله ماليش في مشاكل. لا باين علي خدام مشاكل. انتوا محشومين. انتوا محشومين. انتوا تفضل تقول مصر وعندكم فمالوش داعي. لا باين عليه. عرفت عيب. عرفت هنخش في اطار حوار احنا مالناش فيه. حب يا بلال اتشرفت بيك حب كبير. عبود شوفك عبود. باين عليك انت طالع يا شباب. يلا سويت لك اضافه بلال حبيبي. يلا حبايبي. يلا شبيك يا سهيل؟ انت بلاك المشاكل يا اخي. شبيك ما يا اخي هذا موقف عادي. خليه يا اخي عادي ما مشكله. اشتمي بخباثه. ما تشتمي بلدان وكذا. و لا هو قال لي زبابه والله. قلت له مصر فيها زباب. هادي بس هادي يلا خليني اروح اعمل سهره. انا سهيله ارزن ارزن. هبعث لك لوكيشن. يلا ارزني واحد عاد. لا حول ولا قوه الا بالله. ملا سهيل اخي المغرب كله يركب ما تقدروا حد واعرين. ها كي جودي كي هذا اسمع والله واعرين. ويش نو تلنا سبع جيش كل يكتب خلينا ذاك سبق مين خوي. ما مثلا لازمني نروح شباب. انا هسا ناكل حاجه اخوي جعت. هاي سارة شو الأخبار؟ كيفك؟ والله الحمد لله. أخبار كيفك أنت؟ تمام. بدك نلعب؟ ما عندي حد أصلا. لا لحظة بس لحظة لا شوية خلنا نعرفك على عبود. سايرو لايف. يلا انتي طيب. سارة سوي له إضافة. عبود سوي له إضافة. عبود هاي كيفك؟ تمام. سويت بعثكم إضافة؟ ايه تمام. حلو يس. انا باش نقفل البث 2600 تروحوا عند عبود وسارة تكبسوا معهم يلعبوا جولة. أنا نوصل ناكل حاجة ونعود نرجع. سارة خليكي مع عبود ماشي؟ أوكي يلا. ألعب جولة معه وأنا راح أدعمك أنت ماشي؟ يلا أوكي. يلا. هذا يا عبود لا أرى وشي مطنوخ. هو طبيب أسنان. هذا يا عبود لا أرى وشي مطنوخ. هو طبيب أسنان. يلا.
يلا انا ابغى ابعث لبعضكم يلا ابعث لها ابوك يلا يلا نلعب كيفك يا ساره حتى مام انت كيفك يلا الحمد لله يلا يا جماعه تكفي الشر الله راح يدعمك يلا يا جماعه من وين يا ساره من لبنان لا من سوريا وانت سوريا والله من قطر شغل يلعب يا كبليش كبس وكبس يلا شد وين عايش قطر قلت لك راح تعرفي الوكرة الوكرة منطقة مدينة مش مدينة الوكرة مدينة يمكن رحت كوستاريكا منطقة كانت 24 ساعة توزعتك بلال بكبس عندك؟ لا راح ياكل يمكن قال صح؟ قال راح يروح ياكل ويكبس عندك بعد لك البث بعد يومين ان شاء الله سارة شو محتواك في التيك توك؟ ترندات انا بصور اعلانات يعني بصور ألبسة ميك اب عبايات كل شيء ميك اب ارتست على موديل لا ماني ميك اب ارتست بصور اعلانات الله يوفقك الله يسلمك وانت شو بتشتغل او شو محتوى دكتور ما بعرف انا اول مره دكتور اسمع صحيح تجميلي مش عملت مشرفين انتبهوا على الكومنتات يلا سبت وكبت اهديك ايوه شاير اللايف لأنه أنا ما متحد خلاص عليك. ايه خلاص خلاص شو بعد دبل دبل راح الدبل دبل؟ لا لسه انت عندك. روح. انت عايش بسوريا؟ لا بدبي. دبي؟ شو دخل خليت تشكر بلاد؟ لحظة اقرأ الكومنتات اوكي. زين انك حطيت المياه